اليوم 18/11/2012 من شارع البحر، بصور لكم الدمار والخراب اللي حصل في هذا الشارع. طلعوا وها هي سيارة البلدية، المكنسة بتكنس في الشارع، وامبارح غسلوه هايهم راشين غسلينه في مية وهاي المكنسة بتكنس، وهذولا من المتطوعين لمساعدة المنكوبين جايين على البسكليتات. يعني امبارح غسلوا شارع ساندلين، شارعنا هذا، بعد الساعة 10 في الليل. هذا شارع سي فيو، شارع المستشفى، وهنا مركز لتوزيع المساعدات، وهذا محل سمير جودي وشركاء اللي هو Amazing Deli. وهاي شايف أنا أكياس زبالي، لأنه اللي عنده التسوية فاضت. وهاي الجرافات بتشتغل، وهذا الزلمي بنكل وبحط، انا شايفه صرت عدة مرات. ها هاي ساحب شنتي، شو بده يكب اللي فيها. الله اكبر، هايو بفحص في الشنتي، تركها بس كب اللي فيها. شوفوا هالأخلاق عنده، اللي الملابس اللي كانت فيها شالهم من داخل. يا حبيبي يا حبيبي، الركام، ركام البيوت. هاي هالجرافات عمالها تجرف. وهنا مركز توزيع آخر، للمساعدات. يلا الكل بنقي وبحمل. وهذا ترك تنكر مية، هايو بعبي في مية من الشارع مشان يغسلوا الشارع. هذا شارع البحر، هايو مغسول، والمكنسي جاي من وراه اتكنس. هذا بيت منكوب وما فيش كهرباء، هاي الحكومة الشرطة حاطة ضو في الليل. هذا البيت المنكوب على الزاوية هاي، يعني كل اللي نزلت لكم اياه كله تصوير من منطقتنا، من حارتنا. نقلت لكم أفلام الكارثة. يا حرام، طلعوا طلعوا هذا الشارع هفت سحبة المية. طيب هذا تبع جرات
وانا بدور على جرة غاز، لو واحد موجود يفتح لي، وكان اشتريت من هون بدل ما اروح على هوم ديبو مشوار طويل. نرجع على هات بيجل اند دالي اون ذا بيتش، ابن حارتنا. وهيني هاي هم رجال الإغاثة. شايفين كل شيء تحطم. لا إله إلا هو. هاي دار ابن بيت نظفوها، وهذا بقايا بيته. وشايفين كل اللي صورت لكم اياه كله من هذه المنطقة فقط. والان اقترب من بيتي. اها لا حول ولا قوة الا بالله. بدي اشوف هلا شوف شو صار. لا حول ولا قوة الا بالله.